بسم الله الرحمن الرحيم. انا سؤال مع حضراتكم، بعد نهايه مباراه تونس وبوركينا فاسو امبارح اللي خسر فيها منتخب تونس 1-0، لان الاستوديو التحليلي بتاع بي ان سبورت بادئ وبيتكلم على اخطاء الحكم، وان الحكم حرم منتخب تونس من 25 ثانيه متبقيه، وان الحكم حرم منتخب تونس من ضربه جزاء، وكابتن جمال غندور راح داخل على الخط وقال لك الحكم حسب هدف غير شرعي لبوركينا فاسو. ليه يا كابتن جمال؟ قال لك الكره خبطت في ايد مهاجم بوركينا فاسو وهو بيعمل دوران اثناء التصويب بتاع كره الهدف اللي هو الله، يعني كمان الهدف غير شرعي، يعني الحكم قضى على منتخب تونس تماما. ايه ده؟ ايه الظلم التحكيمي اللي اتعرض ليه منتخب تونس ده؟ طب كابتن جمال، لو قعدنا نتكلم كده بالراحه شويه، انت اتفرجت على الهدف بتاع محمد صلاح في التدريب الاخير؟ الكره اللي خبطت في ايد صلاح وتم احتسابها عادي دي، ولا لو انت كنت في الاستوديو التحليل كنت طلعت وقتها وقلت ان الهدف غير شرعي؟ عشان انا بصراحه يعني ما سمعتش ان الهدف كان غير شرعي من داخل استوديوهات بي ان سبورت، والموضوع عدى زي السكينه في الحلاوه. ليه؟ لان احنا كنا بنتكلم عن مباراه فنيه، انتوا بقى هنا قررتوا انكم تتكلموا على مباراه تحكيميه. بس عايز اقول لحضرتك ان قانون لمس اليد في منطقه الجزاء بالنسبه للمهاجم اتعدل، وانت عارف ان هو اتعدل، بس انت جاي تجامل تشامل خالص لا مؤاخذه، لان القانون القديم كان بيقول ان اي لمسه يد داخل منطقه الجزاء على المهاجم لا يترك حاله التعمد او غير التعمد للحكم، بيحسبها خطا مباشر على المهاجم. انما القانون اللي تم تعديله في شهر 3 السنه اللي فاتت، التعديل تم بتاريخ 6/3/2021، القانون السابق والمعمول به حاليا شمل ان اي لمسه يد على المهاجم تؤدي الى هدف يتم احتسابها خطا من دون ترك فرصه لتقدير اذا ما كانت متعمده ام لا. يعني القانون القديم كان بيقول ان اي لمسه يد بالنسبه للمهاجم جاب فيها جون، الكره ما تتحسبش حتى لو هو مش متعمد ولو كره خبطه فيه بالصدفه. لكن الجديد الان ان مجلس الفيفا اقر بالغاء هذه القاعده ليترك الامر الى حكم المباراه من اجل تحديد التعمد من عدمه وبالتبعيه احتساب الهدف ام لا. يعني الموضوع بقى موضوع تقدير حكم، هيشوف فيها متعمد او لا، والكره امبارح ما كانش فيها ريحه التعمد، يبقى انت داخل تجامل على مجامل صح؟ وبعدين كره وهاب الخزر ايه اللي فيها ضربه جزاء على مجامل؟ كره ايه؟ فين المساحه اللي المستاك بتاع المنتخب البوركيني هيتجنب الاصطدام بوهاب الخزري؟ فين؟ لان وهاب الخزري بعد ما دخل على المساك بعد ما شال الكوره ما كانش فيه اي مساحه ان هو يتجنب الاصطدام بوهاب الخزري، يعني كده كده الاصطدام ده كان هيحصل. فبناء على ايه عايز تحسب ضربه جزاء للمنتخب التونسي؟ يا جماعه نتكلم في المباراه فنيا، هنعرف ان المنتخب التونسي استحق الخساره لان المدير الفني بتاعه دخل المباراه غلط وادار المباراه غلط، انما هنقعد نبرر حاجات للمنتخب التونسي عمرنا ما هنوصل لاي حاجه يا جماعه. المنتخب التونسي خسر لانه استحق الخساره، وفي الاخر منزل كبارت فاجئت بينه طالع امبارح يقول قدمنا كل ما علينا، كل ما علينا ايه يا شيخ اتنيل وتلاقي؟ هو ده بصراحه الكلام اللي انا كنت عايز اقوله، ان الموضوع مش موضوع تحكيم خالص، الموضوع كان كوره بحت. لا عجبك بقى الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو وشايف ان تونس لسه ظلمت تحكيميا فبراحتك برو، هذا رايك ويحترم وشمعة موجودة دايما، الحكام دايما بتكون سبب في اقصاء فرقنا وفي خسارتنا في الماتشات اللي احنا بنقدمها بثلاثة، ايه المشكلة في الحكام مش المشكلة فينا.